عايز اسالك عن دوري ابطال افريقيا، واحنا هنلعب دوري المجموعات الفتره اللي جايه. دوري ابطال افريقيا من البطولات اللي الاهلي متعود ياخدها، يمكن في اخر 3 سنين خدها سنتين، ومؤهله لكاس العالم للانديه. هل بتحلم ان انت تلعب كاس العالم للانديه مع الاهلي؟ طموحك في بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه ايه؟ ده من اهدافي الكبيره اللي انا جاي اصلا النادي الاهلي علشان احققها، ان انا اكون متواجد في كاس العالم للانديه والعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بعد ما نحقق ان شاء الله اللقب الافريقي. بطوله كبيره زي المونديال ما تقدرش ان انت كلاعب ما تحلمش ان انت تلعب فيها، خصوصا لما يكون عندك عائله تقدر تشوفك بتلعب فيها. والنادي الاهلي بالنسبه لي هو مكان كبير جدا اقدر احقق حلم زي ده ليا ولعيلتي من خلاله.